بيرن، تمام؟ بعد كده يوم الاربعاء هنعمل سكور، الاربعاء بعد الظهر هنعمل ارضي، الجمعه الجايه هنعمل باسكر، وشويه حاجات دي في الواقعه يا مينا. معايا مينا؟ يوم الجمعه هنعمل باسكر وشويه حاجات منين؟ في جمعه جايه. في جمعه جايه باذن الله. لا لا ما في جمعه. بعدين زي ما انتم شايفين في الصوره الثانيه عمل ايه في الواد؟
حط رجله في الجهاز وبعدين قفل البارز دي. البارز دي عامله زي مستيك الساعه كده. قفل البارز تمام؟ هنا اذا في حد. حد بادئ من هنا. متصل بكل البارات دي. وهنا طلع برضه حد. متصل بكل الايه؟ البارات دي. ادي الحد. الحد ده في الاخر اخره منافذه. عوضه كده وفي الاخر في هنا منافذه، عارفين يعني ايه منافذه؟ حاجه مدوره بدي عارفين بيانولا؟ البيانولا دي طالعه منها ايه؟ منافذه بتاع بالليف كده تمام؟ هو الكود اللي هيعمله ركزوا معايا ربنا يخليكم ان هيقعد هنا يلف المنافذه. الكلام بجد مش بهزر. لما يلف المنافذه هتعمل ايه في الحبل؟ شد الحبل برافو عليك. ما تشد الحبل. من الحبل يشد على مين؟ على البارات الحديد دي. يوم البارات الحديد دي شد على مين؟ على الشورت. يوم الشورت شد على مين؟ على الصاي بتاع العيال. يوم الصاي شد على مين؟ على الدلتا سيجمنت بالظبط. لما انا لقيت المنافله كل العيال بتشد بالدلتا سيجمنت لغايه ما الدلتا سيجمنت تشد كده اقعد اشد بالدلتا سيجمنت اقعد اشد بالدلتا سيجمنت لغايه ما الدلتا سيجمنت بروكسيمال سيجمنت يجون وات؟ يجون ايه؟ الاينمنت. طبعا على مونيتور الكلام ده. اول ما بروكسيمال والديستا سيجمنت يجوا الاينمنت نعمل ايه في المنافله؟ هربط عليها، ثبت المنافله. دلوقتي سبع جهاز زي دي بقى. شاورين؟ فتح سبع جهاز ده شاورين؟ دلوقتي هيحصل له ايه؟ ايه؟ ولو مش عايزين نسيب الواد ده على الجهاز شاورين هنسيبه قد ايه؟ شهر؟ والشهر التاني نعمل فيه ايه؟ هنلبسه ايه؟ جبس تمام؟ برضه حلقه معانا وجيب تعالى ايه؟ عشان نفهم العرض، فاهمين العرض الى حد ما كويس. دي الكيمر بتاع الكيمر تعالى كده. دي الكيمر بتاع ايه؟ دي مش دي دي الكيمر تمام؟ وهنا في وقت. دي عمر ايه؟ يبقى فاكر الاتجاه ده كله ان انا عايز اشد الدلتا سيجمنت. ده انا فاكر الاتجاه عايز اشد الدلتا سيجمنت. عايز اشد الدلتا سيجمنت لغايه ما يجي وقت. لو انا شغال الدلتا سيجمنت بص عليك يا حسن المره في الحته دي لو انا قعدت اشغل الدلتا سيجمنت كده 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 والدلتا سيجمنت مش هيشتغل عارفين مين هيشتغل معايا؟ ابراهيم انا عشان اشغل الدلتا سيجمنت لازم اكون عامل على هيما تراكشن وهنا في البدايه كده عامل حاجه اسمها كونتر تراكشن لو انا شادد كده انا مش عارف اسيب الدلتا سيجمنت بس لو انا شايف من غير ما اعمل وقت لو انت بتكشف انا مش بشد انا بشد مين؟ ابراهيم انا ما انت عايز تقول لنا ايه؟ عايز اقول لكم دي فايده ايه بقى؟ دي فايده اخر واحده اخر واحده دي مش متصله ببيت الحبل لو كانت اخر واحده دي متصله بايه؟ ببيت الحبل وانا لفيت المنافله عارفين هيحصل ايه في رجل الواد؟ هتقفل. الواد كله ايه؟ هيتشد. ولو مش مصدقني افتكر محمود البليجي بتبني الارض. افتكر محمود البليجي بتبني الارض. محمود البليجي بتبني الارض لما ربطوه في الحصان وقعد الحصان يجري بيه. كان محمود البليجي اللي بيشد ولا دراعه بس؟ كان الحصان عمال بيجري محمود البليجي ايه؟ بيجري وراه. محمود البليجي عشان يثبت في مكانه عشان ما يتحركش. محمود البليجي كان بيعمل كاونتر دراكشن ازاي؟ كان ماسك فين؟ الارض. الزرع دي عشان يسلم فنفس الفكره دي اللي بتثبت العيال دي اللي بتثبت العيال لو انا ركبت المنافذه من غير ما دي ما تبقى مثبته العيال هلاقي العيال كله ايه؟ شد معايا فده بيسموه بالانس تراكشن اتفضل يعني ايه بالانس تراكشن؟ توماس بيت ده بيسبب حاجه اسمها بالانس تراكشن يعني في تراكشن بوت كاونتر تراكشن مين اللي عامل تراكشن؟ مين اللي عامل تراكشن؟ المنافله والحبل، مين عامل كاونتر تراكشن يا امير وبديل؟ امير وبديل، مين عامل كاونتر تراكشن الناحيه الثانيه؟ البار الحديد الاولاني، البار الحديد الايه؟ الاولاني. يا رب تبقوا فاهمين، حتى مش فاهم؟ مش فاهم ليه يا نايف؟ نشوف فاهم كام دلوقتي، مين التاني مش فاهم؟ فاهم يا ساره؟ فاهم يا قطف؟ فاهم؟ Never heard.
احمر سودا. بصوا ده توماس سبليت تاني برضه بيفكركم دلوقتي بالشورت عشان ده سن ليه؟ الادوليسنس. تمام؟ البتاع الرمادي اللي فوق دي او البيج اللي فوق دي اللي عامله كاونتر تراكشن، دي اللي عامله كاونتر تراكشن من فوق، وده الحبل اهو، الحبل في الاخر مربوط بالبتاع البن اللي انتم شايفينها. مين البتاع البن دي؟ مين دي؟ المنافيلا. هيقعد يلف المنافيلا، هيقعد يلف المنافيلا، بيشد على الحبل، بيشد على جلد العيال، بيشد على العظمه لغايه ما هو بيوط الى لاين. تمام؟ الفكره بقى انا شديت العين من جلده ولا من عظمه؟ انا شديت العظمه انت فاكر شديت العظمه، بس لما انا شديت العظمه اللي هي اديتها السيجما، انا شديت الواد من جلده ولا دخلت سيخ حديد وشديت الواد من عظمه؟ شديت الواد من جلده، فعشان كده دي مش هنسميها وط سكيلتر، دي بنسميها وط سكيل تراكشن. طب ليه الراجل البخل الكبير ما عرفش يشده من جلده؟ عشان بخل بالظبط. لما القطط يبقى عنده 30 سنه مهما شديته من جلده مهما شديته من جلده الشده اللي من الجلد دي ما شدليش مين تحتيها؟ العظم. يعني انا مثلا ايه؟ لو بشد في وقت لو انا بشد في الواد رخيم لو انا شدته من قميصه بشده من قميصه تمام؟ هو القميص هيجي معايا ومين هيجي معايا كمان؟ الواد رخيم لانه بطنه صغير. انما لو بشد بلاش لو حد بيشدنا من قميص انا بيشدني من قميصي انا هاجي معاه ولا القميص هيتخلع؟ القميص هيتخلع. ده الفرق بين الكبير ده انت بتشده من ايه؟ الكبير انت بتشده من عظمه نفسه عشان عظمه والدته. انما الصغير ممكن تشده من ايه؟ من جلده. دي حاجه اسمها سكين تراكشن على حاجه اسمها توماس ايه؟ سبلين. وغير انت عارف مش هتكتب كل الكلام ده ولا هتكتب بار حديد ولا هتكتب منافيلا ولا هتكتب حبل ولا انت هتكتب سكين تراكشن على توماس سبلين الميكانيزم تراكشن بتاع اكس بوت بالانس تراكشن. لو واحد ده جاله من لو واحد جاله نفس الشفت فيبر سيبه من 1 لـ5 سنين فالاجابه نفس الاجابه من 1 لـ5 سنين احنا ممكن نشد على حاجه اسمها وسط توماس ايه؟ سبلين او بلاش توماس سبلين. لو واحد من 1 لـ5 سنين احنا ممكن نعمله حاجه اسمها وسط سكين ايه؟ بلاش. بس من 1 لـ5 سنين مش هنشده كده. اتفرجوا بقى على الصوره دي. من 1 لـ5 سنين هيشد كده. دي مستشفى الدمرداش بتاع زنزبار برضه اسمه الاطفال. الثاني كان اسمه كبار. بالظبط دلوقتي بيتعلق كده. انا مش بهزر والله. بيلف هنا البطه. برضه متحمس تقريبا ده من الراجل التاني. شبه بعض كده. الواد بيتلف كده. ركزوا معايا ربنا يخليك. بيتلف كده بالبطه. ساعات ما بيتلف بالبطه بياخدوا بطه الضغط ده ويعلقوا فين؟ في السقف فوق تمام؟ الحبل ده شد على مين؟ على الدلتا سيجما. يثبت الوضع ده. اكيد كلكم فهمتوها خلاص. كان في هنا اوفر رايدنج ادي العظمه، كان في هنا اوفر رايدنج اهو. دي عظمه كده دي اوفر رايدنج. عشان كده ابتديت الشرح ان العيال اللي عنده تراكشر شيفت فيبر ده مين بيتفورم في سبوت؟ اوفر رايدنج تمام؟ فاحنا هنرفع رجله لفوق بحبل، الحبل بيشد على جلده لغايه ما تو سيمنس يبتدي يكون وات؟ الاينمنت ونثبت الوقت كده. السؤال ده ربنا يخليه. طبعا في سؤالين هنا ممكن بقى. اول سؤال جه في دماغكم ليه الواد ده ما شدناهوش بنفس الطريقه بتاعت مين؟ بتاعت توماس. وليه سيبنا رجليه معلقه بدل ما كان ممكن نسيب رجليه مفروده؟ ده اول سؤال. تاني سؤال كنت هسالوه بالطريقه دي ليه الواد دوت هو الواد ده مفصول رجليه ليه؟ تعالى من رجليه الاثنين. طب نجاوب اول سؤال. جاب اول سؤال ليه من 1 لـ5 ليه لو الواد عنده 1 لـ5 بنشده على الطريقه دي؟ بالمناسبه الطريقه دي اسمها سكين تراكشن على حاجه اسمها جالوس سبلنت. جالوس سبلنت واللي عملها واحد اسمه براين. بسام براين ايه؟ ميثود. براين ميثود.
ولو انتوا هتذاكروا الاربع خطوط اللي انا ما شرحتهمش، كان في اربع خطوط كده في بريشر نيك كيمر وقلت لكم فكوكوا منهم، فاكرينهم؟ كان في حته كده في بريشر نيك كيمر اربع خطوط وترانجلز وبتاع، هتلاقوا من ضمن الخطوط او من ضمن الترانجلز في ترانجل اسمه وات؟ برايم، تمام؟ ولو انت بتكتب في الامتحان بيحطوا قوي كلمه جالوز سبليت اكتر من كلمه وات؟ برايم، تمام؟ ولو هتكتب في الامتحان وانا اوبسيسيف يعني، لو هتكتب توماس سبليت بتتكتب فيه كابيتال. عشان توماس ده اسم مين؟ العالم بالصراحه، انما لو هتكتب جالوز، جالوز بتكتبها جي سبور، انت بتكتبها للسطر يعني. انت خدت جرامر. جالوز هتكتبها جي سبور، عشان جالوز ده مش اسم الراجل الصراحه. جالوز ده اسم العليه. جالوز اللي هي مين صحيح؟ مشنقة برافو عليك، جالوز يعني مشنقة. مش مقصدة. مقصدة جلوتين. تيلوكتوسيدس الأشهر بتاع كان فيها جلوتين يعني. بمناسبة تيلوكتوسيدس صحيح كان اسمه الراجل. لا سيتي كارتن ده الصايع المحترم، سيتي كارتن ده الصايع. ايوه كان اسمه ايه اللي هو اللي ابن الناس اللي هو عامل الكلور كان عامل كان اسمه ايه؟ كل الناس كل الناس اللي اتفرجت على فيلم توسيدس يا ريت قلت لهم توسيدس. ايه؟ لا ما فيش فيها خالص. لا ده سيتي كارتن ده كان الصايع، سيتي كارتن ده اللي مات مكانه. هو بقى ابن الناس كان اسمه ايه؟ تشارلز داربي، تمام كان اسمه تشارلز داربي. انا تشارلز داربي وحياتهم والله كان شاطر طبعا. وحبيبته كان اسمها لوسي مانيت. لوسي مانيت. لوسي مانيت. طبعا خماره كان اسمه مسيون الفارش. اللي هو الثوراني ده. والصوار كان اسمهم جاك 1 وجاك 2 وجاك 3 وجاك 4 وجاك 5. والقصه من اجمل القصص اللي الواحد قراها في حياته. لا مين عرف يلبسوا سيريس بجد؟ او مين متاثر بيها يعني؟ قصص جميلة ولا انت رايك يا دكتور راشد؟ ولا ما عدتش عليك كتير ما تنزلش؟ ما تخبيهاش؟ ما كانش ينفع الاثنين يعيشوا ويتجوزوها يعني، طيب بص بنات واحدة. كان لازم اسمه ايه ده؟ كان اسمه ايه اللي هو؟ لا اللي هو اللي بص كان اسمه ايه؟ اللي كتبها؟
لو رجل مرفوعة لو رجل مرفوعة ركزوا في الجول لو رجل مرفوعة والرجل الثانية مالها فلاب هيجي اللمبر برتبرا هتيجي اللمبر برتبرا تشد على البروكسيمال سيجمنت بالورد انما انا عايزها تشد ايه؟ في النص عشان كده من غير ما تتعامل البروكسيمال سيجمنت عشان كده الورد لازم يرفع ايه؟ رجليه اثنين رجليه الاثنين تمام؟ جرب انت تشيل حاطه اي حاجه ايد واحده لفتره طويله هتلاقي ايد واحده دي هتلاقي حاجه انت شايلها مالها؟ ميلت برافو عليك انما تعالى شيل حاجه دي بايديك الاثنين دول انت شايل حاجه دي بايديك الاثنين هتفضل الحاجه دي واقفه سنترا انا بتكلم بجد لو انا شادد لو اللمبر بالتبره شادد على الديستا ستيجمنت برجل واحده او رجل واحده والثانيه فلات هتلاقيها ميلت معاك عشان كده الواد لازم يتركع برجليه الاثنين الواد هيفضل كده نفس الكلام نفس المعركه هيفضل كده المفروض قد ايه؟ شهرين تمام وكلام جديد ممكن شهر دي والشهر الثاني نعمل له حاجه اسمها ايه؟ جيبس مايكا اللي هو بنطلوني جيبس تمام؟ يعني كده عليك انفكشن شاب قيمه في مختلف الاعمار تعالوا نرجعهم مع بعض على يا عمر بس نرجع الثلاثه دول ها فراكش شاب قيمه من واحد لخمسه هتعمل له سكين تراكشن على حاجه اسمها جالوز سبلين فراكش شاب قيمه من خمسه ل 15 انت عملت له سكين تراكشن على حاجه اسمها ايه؟ توماس سبلين تمام؟ فراكشر شاب قيمة فوق ال 25 سنة أو فوق ال 18 سنة ما حدش يقول لي أنا عملت له سكيلت فراكشر فوق ال 18 سنة أنا عملت له إيه؟ يا دي المصيبة صودا يا ربي هحط الصودا هنا يلا فوق ال 18 سنة عملت له إيه؟ أولا أنا عملت له سكيلت فراكشر عملت له وقت هو ورا ياف هو ورا ياف على إيه؟ على انتر بدل النيل او انتر لوك النيل اكوردنج انتر لوكو لو الاستابيليتي ضايعه حط له انتر لوكي لو ستيبل حطه وقت حط له انترا ايه؟ مضار النيل انما لو العيال هيعمل العمليه دي بعد ثلاث اربع ايام فانا ممكن في الثلاث اربع ايام دول اعمل له وقت سكيلتر ايه؟ فراكشن ايوه يا عمر هو رجليه هتفضل مرفوعه كده طول شهرين؟ لا شهر وشهر بالضبط طيب ما نفس السؤال اللي ساله عمر لا نفسه طيب بص لا عادي ما هو مش هيسكيبك يا ابني بالبلستيشن والفكره خد بالك انك انت بتفضي فينس الترد عارف يعني ايه بتفضي فينس الترد؟ يعني بتاعت الترافيرا سبلاي ممكن يجي اسد يبقى فينس بترن على ايه؟ على ماشي يعني مش هيحصل له سكيميا مش هيحصل له سكيميا كل الناس هتسال بيحصل له سكيميا لا مش هيحصل له سكيميا تمام؟ ولا رجله هتبيض تحطم لان زي ما انت خدت بالسكيميا مفيش حاجه اسمها برجر ايه؟ انجل نورمال تمام؟ فاضي مين ما عالجناهوش عشان فراكشرات تنصب في اليوم فاضي ما عالجناش لو كان واحد لسه مولود بريتش تاخد نور لو واحد لسه مولود بريش كان مثلا اي حد من بتوع النساء بيولدوا وربنا يديك اولاد يا رب ربنا يديك اولاد بالذات الميلز يعني لا ما جيت حته في الميلز خالص بالنسبه للميلز انت هتفضل لمده مثلا سنه ده الميلز يعني خايفين تعملوا ايه اولاد؟ سلوبه عشان لسه عايزين حته ايه؟ لحمه حمراء بالظبط انا بتكلم بجد والله بالذات مع الميلز اولادي بالذات مع الميلز اولادي بتكلم بجد افتكروا بس الجمله دي بس ما تتحجبوش بيها لو مراتكم تقول لكم شيل الواد تقول لهم ايه؟ مش عارف انا خايف احسن يقع مني ولا بتاع هتقول لك معايا يقع مني انا كمان فالواد دوت ملوش حل واحد حكيم عطيتني سكيب اللي هم بيستخدموا طاقي ديبرسيف بتعمل فيو سبورت للبراكتس انا كده عملت سبورت للبراكتس فاضل اعمل في الواد ايه؟ فيكسيشن فالواد بقى طول الوقت يعمل ايه؟ ما شفتوش البيبي طول الوقت عمال ايه؟ بيرفض بالظبط، فلو خدت رد العاج خلاص انا عملت سبورت للبريشر عايز اعمل دلوقتي فيكسيشن، فالوقت اللي هو لسه مولود دوت انا عامل فيكسيشن بجيبس مثلا هنعلقه كده يعني الوقت ده بتعمله فيكسيشن ازاي؟ حطيت هنا تارجت ديبرسيف هجيب الصايع على سته كده بجد
جماعه عارف انت لما تلف الجبنه الرومي او تلف الناشف كده زمان عارف جاب الصايع على ايه؟ على صدره خلاص بقى الصايع على صدره كده بعد ما يجيب الصايع على صدره كده هيبقى رابط الواد كله فين؟ عم يبتدي بنش لما كان جت من باص عارفين انتوا اللي هو كان الواد جاي في كرتون ابتدائي حضرتك الواد لسه مولود هديه من عند ربنا خد الهديه بس لو سمحت ما تفكش السربانة غير بعد الدين كل شهور نحصل يعني في كسر في الصاي ممكن ايه؟ في ديفو في الواد الواد في ديفو ايه؟ ما اعتقدش الواد هيبقى فاكر يعني انا مش فاكر اللي حصل لي وانا يقول ايه؟ انا مش فاكر ايه؟ لا ما جاليش نكشف بس يعني قصدي الاحداث دي ما ايه؟ تمام؟ اذا كان البي ما بيفتكرش الطهاره بتاعته هي اكبر حادثه بتحصل للبي اول ما يتولد ان هو يتطهر تمام؟ ولا البنت بتفتكر ال البيرسينج رغم انها المفروض ان هي اكبر حادثه برضه حصلت لها فين؟ في حياتها اول ما اتولدت عمل لها بيرسينج لقدام. ما علينا اللي انا شرحته النهارده لو انت بتالف البيت لو بتالف البيت ولقيت اي حاجه علامه ايه؟ ما شرحتهاش فلو سمحت ما حدش يقلق ان العظم لسه له كباله العظم في الفراكشر له كباله انا شرحت اهم الحاجات النهارده في الفراكشرز اللي هي المفروض تدخل الامتحان تمام؟ اي حاجه ما شرحتهاش في البيت ما طنشها مؤقتا طنشها مؤقتا تنص ساعه وتكر على طول افتحوا ثلاثه مليئه بون تيومرز اللي هم اهم ثلاثه تيومرز افتحوا ثلاثه مليئه بون تيومرز طبعا كام مش عارف مش هياخد نص ساعة مش هياخد نص ساعة جميل أهم ثلاثة بولي تيومرز خدناهم في سنة ثالثة في السنة الثالثة كنا خدنا أهم ثلاثة بولي تيومر هنذكرهم بجدول كبير ودي جوا سيتوات الهبل دي جوا سيتوات الهبل يلا واحد اثنين ثلاثة خدنا حاجة اسمها ريزاين سيل تيومر وخدنا حاجة في سنة ثالثة اسمها ايه؟ قلت الساركوما وخدنا حاجه في سنه ثالثه كان اسمها وات؟ ايوينج ساركوما خليكوا دعاء عشان اخلصهم في نص ساعه هم سهلين ما فهمش بقى كلهم خمس يعني كلهم خمس كلهم خمس اول حاجه بناخدها هناخدهم باثولوجي يعني ايه باثولوجي؟ سايت وماكو مايكرو سبريد هناخد السايت طالعين فين في العظمه هناخد السلو مورجن طالعين منين في العظمه هناخد شكلهم ميكروسكوبك هناخد شكلهم ميكروسكوبك هناخد الكلينيكال بيكشر بتاعتهم هناخد الاكس راي فايندنجز وفي الاخر هناخد وات؟ التريتمنت بتاعهم تمام؟ هنلعب لعبه حلوه هنلعب لعبه حلوه في الامتحان في العظم دايما بيهتم الباثولوجي طالع منين؟ الباثولوجي طالع منين؟ في اي حاجه في الامتحان تقيله اي حاجه في الامتحان تقيله بيقول لك الحته دي طالعه منين؟ وانت مش عارف الحته دي طالعه منين في العظمه اذا كانت ديفيزيس او ميتافيزيس او وات او ديفيزيس فهنحط لنفسنا كده قاعده الجلد الازرق في العظم الجلد الازرق في العظم بيطلع من الميتافيزيس الجلد الازرق في العظم بيطلع من الميتافيزيس معانا اثنين من دول يعني يعني لو في امتحان سالك مثلا اكيوت اوستيومالايتس البوست كومن سايت العظمه فين؟ اكيوت اوستيومالايتس وانت مش مذاكره النص كومن سايت فين؟ في الميتافيز زي مثلا كده حطيت لكم مره قاعده الجن الازرق في السكروتر على اي ناحيه؟ لا مش الجوين الجن الازرق في الجوين السكروتر على اي ناحيه؟ الناحيه الشمال هي ناحيه اليمين بعد كان فيه حاجه واحده بس على الشمال مين كان على الشمال؟ البريموسيت تمام؟ فنفس الفكره في العظم يا مريم الجن الازرق في العظم مين؟
الميتابوليزم. الاوستيوما طالعه منين وانت مش مذاكر؟ ميتابوليزم. الاوستيوكوندروما طالعه منين وانت مش عارفها؟ ميتابوليزم. الدي بي في العضل بيجي فين وانت مش مذاكر؟ ميتابوليزم. ما عندك حاجتين ما بيطلعوش من الميتابوليزم، دي ودي. دي ودي ما بيطلعوش من الميتابوليزم. يبقى الاوستيوساركوما طالعه منين؟ الاوستيوساركوما طالعه منين؟ ميتابوليزم. الميتابوليزم اللي هي الحته اللي بتفيد الميتابوليزم والميتابوليزم. دي الميتابوليزم ودي الميتابوليزم اللي هي الشافت، الميتابوليزم اللي هي الشافت على فكره. ودي الترانزيت اريا اللي بينهم الميتابوليزم. الاي ويفز كانت بتبقى حلوه قوي 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 في المذاكره لو الاي ويفز سركوما كانت طالعه منين؟ من الميتابوليزم. بس للاسف ما هيش طالعه من الميتابوليزم. الاي ويفز سركوما بتطلع من الميتابوليزم. بتطلع من الميتابوليزم. والجاي سيل تيومر بيطلع منين بقى؟ بيطلع منين؟ من الميتابوليزم. يعني لو انت بتذاكر في البيت على عظمه، وانت بتذاكر في البيت مع العظمه، هما ترتيبهم على العظمه زي ما انا حطيتهم على السبوره، زي ما انا حطيتهم في الورق. مين دي؟ الميتابوليزم. الميتابوليزم بيطلع منها مين؟ الجاي سيل تيومر. مين دي؟ الميتابوليزم. الميتابوليزم بيطلع منها نمره اثنين، مين نمره اثنين؟ اوستيوساركوما. مين دي؟ الميتابوليزم. الميتابوليزم بيطلع منها مين؟ ترتيبهم زي ما انا حطيتهم. الام اس كيو الحته دي بالذات بيحبها جدا، مين طالع من ايه؟ بيرزن بتعمل سنتاكس. بعد كده هنتكلم على السيلو بورجن. يعني ايه سيلو بورجن؟ يعني مين السيل اللي في العظم اللي عامله ايه؟ مين السيل اللي في العظم عامله تيومر؟ يعني مثلا لما خدت كانسر بانكرس المره اللي فاتت، يا ده زمان قوي، لما خدت كانسر بانكرس كان تيومر طالع من ايه؟ من الاسوكراين بارت؟ لا، من الاندوكراين بارت؟ لا، ومن الكانسر كان طالع منين في الكانسر؟ هل تانكس؟ من طرف في سيريا. فاكرين الكلام ده؟ هنا بقى مين السل؟ يعني مثلا الاوستيو ساركوما بتطلع من الاوستيو بلاست. الاوستيو بلاست هي البون فورمينج سيلز. الليفن ساركوما ما بتطلعش اساسا من البون سيلز. الليفن ساركوما بتطلع من حاجه غريبه جدا. ولا حتى من البون مارو. بتطلع من الفاسكولار اندوسينيا بتاع البون مارو. يعني البون مارو ده مش فيه بقى. البون مارو فيه عشان ينجز. بلود باسز. البون مارو فيه بلود باسز يا عزام. الاندوسينيا بتاعها بتاع البلود باسز اللي جوه مين؟ البون مارو ده اللي بيعمل مرض. ليفل سارجوما. عشان كده في ناس ساعات ما بتعتبرش ليفل سارجوما از وات. بون تيومر. الوقت مش طالع من بون سال. اكل طالع من وات. فاسكولار ايه؟ اندوسيليا. الجاينت سيل تيومر كان اسمها ايه زمان؟ لو حد فاكر سنة 3000. لو حد فاكر زمان كان الجاينت سيل تيومر كان اسمها اوستيو ايه؟ اوستيو كلاستوما. برافو عليك. ليه زمان كانوا بيسموها اوستيو كلاستوما؟ عشان زمان كانوا بيقولوا انها طالعه من اوستيو كلاست. الاوستيو كلاست هي مش البون فورمينج سيل. البون فورمينج سيل هي ايه؟ اوستيو بلاست في الليد. الاوستيو كلاست دي كانت رينيور اللي هي الماكروفيج يعني الريزوربشن بالظبط. فاكتشفوا اكتشاف مهم جدا 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 ان الجاينت سيل تيومر ما هياش طالعه منين؟ من الاوستيو كلاست. فطالما ما هياش طالعه من الاوستيو كلاست اكتشفوا الجاينت سيل تيومر كلمه وات؟ اوستيو كلاستوما. واكتشفوا اكتشاف مهم جدا 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 ان الجاينت سيل تيومر طالع من انسرتن. يعني ايه انسرتن؟ لغايه دلوقتي ما حدش عارف الجاينت سيل تيومر طلع منين. بالمناسبه صحيح قبل ما نتكلم عن تيومر، هي الاوستيو ساركوما دي بيناين ولا لوكالي مالجنت ولا فرانك مالجنت؟ يعني ايه الفرق بين لوكالي مالجنت وفرانك مالجنت؟ لوكالي مالجنت يعني بتعمل دايركت سبريد تيست، وفرانك مالجنت يعني بتبعت ايه؟ بتاست. فالاوستيو ساركوما طبعا ده تيومر ايه؟ فرانك مالجنت. والايون ساركوما ده تيومر وات؟ فرانك ايه؟ مالجنا. الجاينت سيل تيومر ده تيومر ايه؟ الجاينت سيل تيومر ده تيومر ايه؟ طب انا هسألكم سؤال، الفيبروموسايتوما ده تيومر من ايه؟ ده احنا هناخده في الاندوكراين يا مينا، مينا مينا مينا، روح فين فيبروموسايتوما احنا في الامتحان؟ من ضمن الحاجات المهمة في الامتحان فيبروموسايتوما. طيب بطمنك يعني. تمام انت مش قلقان يا شكرا. الفيبروموسايتوما بالنسبة من ايه؟ حد عمره ما فيش حد عمره سال نفسه السؤال ده؟ يا سيدي بروسيتوما بنعمل امريكا؟ انا خدتها في البطن انها بتعمل هايبرتنشن.
معاك عندنا في فكره زي توما ان الوندوز ده سيرجيكالي كيورابل هايبرتنشن بنايم ولا بنبني في فكره زي توما؟ على حسب في منها بنايم في منها ايه؟ مريم 90% بنايم و10% مريم. بالمناسبه خدتوا في البطن الانسلينوما وليس يقولوا لكم الانسلينوما دي بنايم ولا مريم؟ على حسب 80% بنايم 20% مريم. خدنا في البطن خليك الاس سندروم وخدنا في البطن جاستروما. هي جاستروما بنايم ولا مريم؟ جاستروما على فكره بقى 60% مريم تخيلوا؟ يعني جاستروما في الاخر ممكن احملها تقيل اكتر انها تبقى ايه؟ مريم. الجاينس تيومر ده تيومر ابن لذينه. يعني ايه تيومر ابن لذينه؟ 80% من الحالات بتبقى وقت بنايم و15% من الحالات بتبقى وقت لوكال مالجنت و5% من الحاجات بتبقى وقت برانتيك مالجنت. عشان كده لو جالك الامتحان الجاينس تيومر بنايم صح لوكال مالجنت صح. عارفين دي مالسن كاتب عليه ابن لذينه دوت قال لك دي بنايم تيومر ويز ان اكسبكتد بيهيفير يعني مجنون ابن ايه؟ يعني هو بنايم بس مجنون ابن نرفوز يعني ممكن يبتدي يعمل لوكال سبريد ممكن يبتدي يعمل ايه بعد ناحيه ايه؟ بتاسي دي بنايم تيومر ويز ان اكسبكتد بيهيفير دي كل حاجه تنفع. نظام الاخر مين ايه يعني؟ اهو من الفوزة بس سالبه طيب يعني يقول لك الشخص ده مجنون بس سالب ابيض او ده تيومر مجنون بس في الاخر ديزمين ايه يعني؟ بنايم تمام؟ ومش معروف طالع من ايه؟ وده طالع من راس الجاص وده طالع من راس الجوسيليا. وهذا نتكلم على ماك. ماك شكله انا قربت خلاص على فكره انا بتاخده من الكومباريزون بس خلاص بسرعه. ده بيطلع من الفيرسز. بيعمل تيومر فيوزي فورم يا بولا تمام؟ فيوزي فورم يعني وقت الفيرسز ايه؟ وقت الفيرسز كله بيعمل فيه اكسبانشن وثيننج. عمال يعمل اكسبانشن وثيننج في الكورتكس بتاع الفيرسز واهم حاجه فيه اهم حاجه فيه ركز عليها مليون مره ان التيومر ده لازم يوصل لغايه الحته دي اخر الكبسول او اخر الفيرسز او اخر الهدف الحته دي بيسموها ايه؟ يوصل لغايه اخر حته في العظم، اخر حته في الفيرس. بيسموها كاب ايه؟ كاب دي بيسموها الحته اللي هي الجنكشن اللي بين العظمه والجوينت كابسول بيسموها ايه؟ بيسموها ايه؟ بيسموها سب كونترا دي. او بيسموها نص كونترا جنكشن. الكلمتين دول مش مكتوبين ولا شارب 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 دي جاينس تيومر التيومر ده بيعمل اكسبانشن في الكورتكس لازم يوصل لغايه السب كونترال بليت اللي هو بين قوسين اسمه اوستيو كونترال جانكشن لازم يوصل لاخره طبعا ده بيبقى اكتر في السايز لما اجي اشرحها لكم يعني عشان اوريكم التيومر واصل لغايه فين الاوستيو كونترال ايه جانكشن حلو جدا لما عمل اكسبانشن وسيمينج في الكورتكس لما عمل اكسبانشن وسيمينج في الكورتكس لما اجي افحص العيان لما اجي افحص العيان هتلاقوني كلينيكال فيتشر كاتب ايه بقى؟ كاتب ان التيومر ده بيدي اكت كراكشنج سنسيشن بيدي احساس انك انت الاسر بتاع البيض المسلوب انه عمل ايه في الكورتكس؟ عمل ايه في الكورتكس؟ اكسبانشن وايه؟ وسيمينج هو الاكزامينشن بيدي زي كريبل او بريفتس او الاكزامينشن بيدي اكت كراكشنج سنسيشن حلو جدا. سمعت عن صوت بابل افيرنس في سنه ثالثه؟ سمعتوا سنه ثالثه عن صندري افيرنس؟ وسمعتوا سنه ثالثه عن اوديوم بي افيرنس؟ مش كانوا محافظات كده في الباثولوجي واحد بيعمل صوت بابل والثاني بيعمل اوديوم بي والثالث بيعمل صندري عمركم سالتوا نفسكم الحاجات دي بتحصل ليه؟ يعني ليه جاينس تيومر بيعمل صوت بابل افيرنس؟ بس كنا حافظينها. وليه تاني الاوتيك تيومر بتعمل صندري افيرنس؟ بس كنا حافظينها. ليه بقى؟ على فكره عايز اسالكم سؤال بس انتوا يعني مش متخيلين التيومر ده عظمه ولا سوفت تيشو؟ التيومر ده عظمه ولا سوفت تيشو؟ يعني لما العظمه بيطلع فيها جاينس تيومر ده التيومر ده عباره عن حته عظمه ولا عباره عن سوفت تيشو؟ سوفت تيشو طبعا يعني المفروض ما يبانش فين؟ في الاكس راي بقول لك في الاكس راي العين عنده وقف صوت بابل افيرا عمرك حد شاطر سال نفسه السؤال ده؟ ليه سوفت تيشو بيبان في الاكس راي؟ هي ايه فكره سوبر بابل افيرنس؟ الفكره كلها بتقول ان اي حاجه
اي حاجه اي حاجه تبتدي تعمل اكسبنشن وريتيشن في البريوسيوم اي حاجه تبتدي تعمل ريتيشن في البريوسيوم البريوسيوم بيكبر بقى نيو بون فورميشن التيومر ده عامل ايه بقى التيومر ده عامل اكسبنشن والسيلينج في البريوسيوم داير مجهول سيركمفرنشال يعني يوم سيركمفرنشال يبتدي يحصل بقى نيو بون فورميشن هذا النيو بون فورميشن اللي داير ما يدور العظمه تحت البريوسيوم ده اللي بيدي الشكل بتاع بط. صوب بابل ايه؟ ابيلس. صوب بابل ابيلس. طب الاكس راي بيبان الجاينس تيومر بحاجه اسمها بط. مش عايز حد ينام قربت اخلص بيبان حاجه اسمها ايه؟ صوب بابل ابيلس. لما قلت الباثولوجي طلعت منه الاكزامينيشن عمل اكسبانشن في الكورتكس كانت اكتنج سنسيشن عمل انتشن في البريوسيوم ده المجهول فطلع صوب بابل ابيلس due to new bone formation. تمام هتلاقوا في حاجه زياده مكتوبه في الورقه تمام التيومر دوت عمال بيكبر هنا في الابيبسس وصل لغايه فين؟ لغايه نص الكوندرالي جونكشن التيومر لما بيكبر ناحيه الميتابسس والشافت بيحاول برضه التيومر يدخل على منطقه مين؟ على الميتابسس والايه؟ والشافت يبقى عند منطقه الميتابسس والشافت هيحصل new bone formation زي المجهول عشان يمنع عليه الجروث بتاع التيومر حته النيو بون فورميشن دي ده ما يدور عند اللابل ده كده عشان تمنع الجروث بتاع التيومر ده يمكن تاخد سنه ثالثه كان اسمها من غير رياض بلاج لو حد فاكرها من سنه ثالثه يعني في مدرج بلاج ده ما يدور عند اللابل بتاع الميتابسس عشان التيومر ما يبقاش ناحيه الميتابسس كل الحاجات دي المدرج بلاج خصوصا بابا الافينس ات از نوت تيومر التيومر نفسه دي مش التيومر نفسه ات از بريوسيال رياكشن منين؟ من التيومر حلو الكلام؟ حلو الكلام. فهتلاقي مكتوب في الاكس راي سو بابل ومدرج بلاد. لوس ساركوما زمان كان اسمها بالمناسبه دي كان اسمها ايه زمان وطلع غلط؟ كان اسمها اوستو كلاستوما ليه طلع غلط؟ ما طلعش من اوستو كلاستوما دي كان اسمها ايه زمان؟ في سنه ثالثه كان اسمها اوستيوجينيك ساركوما. والاسم ده طلع غلط. ليه اوستيوجينيك ساركوما كلمه غلط؟ ليه اوستيوجينيك ساركوما في الوقت؟ يعني ايه كلمه اوستيوجينيك؟ كلمه اوستيوجينيك يعني عرض. اللوتس ساركوما بقى ثلاث احتمالات. يعني جاينت سيل تيومر ات از بار تيومر. ات از سوفت تيشو تيومر. اللوتس ساركوما ما حد سال نفسه هي سوفت تيشو تيومر ولا عظمه في العظمه؟ اللوتس ساركوما ثلاث انواع. 50% 50% بيبقى التيومر طالع عظمه. زي الشاور بتاع سنه ثالثه اللي كان فيه تيمر وطلع منها عظمه لو حد فاكر. ولا حد فاكر حاجه في سنه ثالثه. تمام؟ 50% بتبقى اوستيوجينيك فعلا. و 25% بتبقى اوستيوليتيك وهايلي باسكولار. يعني سوفت تيشو مليان ايه؟ بلود فيزل بلاش. فاكرين لما خدت الديفرنشال دايجنوزز بتاع الانيوريزم؟ من ضمن الديفرنشال دايجنوز بتاع الانيوريزم كنا قلنا ايه؟ هايلي باسكولار تيومر بالذات اوستيو ايه؟ ساركوما بتبقى اوستيوليتيك وهايلي باسكولار يعني تيومر عباره عن سوفت تيشو مليان بلود فيزل في البارتين 25% بتوع من ده على ده من ده على ده وده يفرق معايا لما اجي افحص العيان يعني يفرق معايا لما اجي افحص العيان لما اجي افحص عيان عنده جاينت سيل تيومر بلاقي ناس عند دي احساس وقت لو افحص عيان عنده جاينت سيل تيومر الاقي ناس في احساس وقت جرافينج سنسيشن لما اجي افحص عيان عنده اوستيو ساركوما احتمال الاقي حاجه من الاثنين احتمال الاقي ايه في العظم عظمه زياده احتمال الاقي عظمه زياده حاجه ناشفه واحتمال الاقي ايه لو ما لقيتش حاجه ناشفه بارسيتيك اوستيوليتيك ماس بارسيتيك اوستيوليتيك ماس ممكن تفتح تكييف عشان احنا نايم مين بيفرد التكييفات معلش الست دي اكتر هنا برضه وبص يا جماعه الناس اللي بتقفل البردان اتفقوا مع بعض عشان الاثنين دول لو طفوا بنولع قدام يعني نص ده يبقى مولع ده مولع ده يبقى ايه؟ نص ده ممكن الاقي الاثنين لما افحص العيان. الاكس راي بتدي ايه؟ بتدي حاجه اسمها كوتنا ترانجل وبتدي حاجه اسمها وات؟ صن ري ابيرنس. ايه قصه كوتنا ترانجل؟ اصحوا ايه قصه كوتنا ترانجل وصن ري ابيرنس دي؟
طبعا ممكن اقولها كده وخلاص بس انا هحاول افهم هحاول افهمها تمام. هنا طلع تيومر، هنكبر المتافيز شويه تمام. هنا ابتدى يطلع تيومر، ركزوا معايا. لما تيومر طلع، لما تيومر طلع هيعمل ايه في البريوستيوم بتاع المتافيز؟ لما تيومر طلع هيعمل ايه في البريوستيوم بتاع المتافيز؟ هيعمل فيه ايه؟ يرتفع. يوم البريوستيوم بتاع المتافيز عامل ايه؟ عامل ايه؟ نيو هوم فورميشن بيبقى عامل المنظر ده. ده اسمه ايه بقى؟ ده اسمه جودمان. ايه ده؟ ده اسمه جودمان ترينجل؟ ده اسمه بالظبط، ده اسمه جودمان ايه؟ ريكتانجل. بس جودمان ما طلعش ريكتانجل، جودمان طلع وات؟ ترينجل. الفكره في ايه؟ الفكره ان اكيد التيومر ده تيومر عباره عن فيوزي فورم جاز كده الريجولر، اكيد التيومر عمره ما يعمل انتشن في البريوستيوم كله ات ذا سيم ايه؟ لاين بنفس الليفل. لازم حدث في البريوستيوم يبقى فيها انتشن اكتر من وات؟ من حته ثانيه. فنيو هوم فورميشن لازم يبقى في حتت اكتر من وات؟ حتت ثانيه. حد فاهم حاجه؟ فهمتوا تاني؟ ادي العظمه هنا تمام؟ ودي منطقه الميتافيز اللي هيطلع منها الايه؟ التيومر تمام؟ التيومر ده ممكن يبقى بوم، ممكن يبقى واطي، يبقى روبيا سرحان، ممكن يبقى سوفت ايه؟ تيش تمام؟ التيومر في كده الحالتين هبتدي يعمل ريتيشن في البلوستيوم، هبتدي يعمل ريتيشن في البلوستيوم، فالبلوستيوم هبتدي يعمل وات؟ نيو بوم فورميشن. التيومر ده عمره ما يعمل ريتيشن في البلوستيوم بالخط ده ات ذا سيم ليفل او ات ذا سيم دايركشن، يعني لازم حتى في البلوستيوم هتبقى ريتيشن اكتر من وات؟ من حتت، من التيومر الريجولر. حتت هتبقى ريتيشن اكتر من حتت. يوم النيو بوم فورميشن يبقى في حتت اكتر من ايه؟ حتت. يعني نيو بوم فورميشن مثلا هنا هيبقى كل ده، ونيو بوم فورميشن هنا هيبقى الحته دي، ونيو بوم فورميشن هنا هيبقى الحته دي. شكله ايه؟ في الاخر هات شكل ايه؟ ترانجل. اسمه ايه ترانجل ده؟ جولدن ترانجل. ده في الاكس كيو لو مثلا بيكلمني او انا في الباباه او في الاستايدات، هو ليه بيحصل جولدن ترانجل؟ يعني جولدن ترانجل ده تفسيره ايه؟ هل جولدن ترانجل دوت ات از برايمري هوم تيومر؟ يعني جولدن ترانجل ده تبع تيومر؟ طب هل جولدن ترانجل ات از مالجنان بور تيومر؟ لا. امال جولدن ترانجل ده يسمى ايه؟ رياكتيف نيو هوم فورميشن. ده رياكشن من ايه؟ من تيومر. ده رياكشن من التيومر. طب سؤال، لو في جولدن ترانجل، لو في جولدن ترانجل، هل معناه ان التيومر خرج بره البلوسيوم؟ ولا عمل له ريتيشن؟ عمل له ريتيشن. طيب ايه الخطوه اللي بعد كده؟ الخطوه اللي بعد كده ان التيومر، كلام والله العظيم ما حد هيبقى موجود في سنه ثالثه ولا حد كان فاهم. التيومر هيبتدي يطلع بره البريوستيوم. التيومر هيطلع بره البريوستيوم. فلما التيومر بره يطلع بره البريوستيوم يعمل ايه في البريوستيوم بلود باسنس؟ البريوستيوم بلود باسنس بتبقى ماشيه كده. ده مش هيكلم. البريوستيوم بلود باسنس بتبقى عامله كده. ماشيه كده في الوسط البطاطس تمام؟ وبعد كده تدخل كده. لما التيومر يجي يطلع بره البريوستيوم يعمل ايه في الوسط البطاطس دي؟ هيعمل فيه حاجه اسمها ستريتش. الوسط البطاطس هتبقى ستريتش كده. وفي نفس الوقت البريوستيوم هو ريتيتف، ممكن يكون حوالين البطاطس ايه؟ نيو هوم فورميشن. النيو هوم فورميشن ده اللي بيبان حوالين ستريتش البطاطس اللي بقى ستريتش دوت ده اللي خدوه في سنه ثالثه بيسموها صان ايه؟ صان ري افينس. فمين اوسخ؟ صان ري ولا كودمان؟ يعني مين معناه التيومر افضل؟ صان ري ولا كودمان؟ صان ري طبعا. لان كودمان، كودمان يا عبد الواحد، كودمان ترانجل معناه ان التيومر يا دوبك عمل ايه في البلوسيوم؟ اريتيشن بس صان ري افينس معناه ان التيومر عمل ايه في البلوسيوم؟ انفيجن طلع بره. فعشان كده الجولدن ترانجل ارحم من الصان ري افينس، والاثنين دول بيبانوا في الاوتيو ساركوما. وعلى فكره احنا في مصر بنكتبه صان ري، انما بره في الكتب المحترمه ما بيكتبوه صان ري، بيكتبوه صان بيرست. فانت كان بكلمه ري حطيت كلمه ايه؟ بيرست.
رحت يجي لك سام بيرث في الامتحان فانت يعني تقفل بعد مخك يقول لك لا اصل انا في الدرس عصام ليه؟ مش عارف عصام ليه؟ مش بتوع عصام ايه؟ بيرث. ماشي يا وسيله؟ بيرث يعني طلوع الشمس. عصام بيرث يا فينس. تعالوا نكمل الاثنين دول. يعني الاثنين دول. مايكروسكوب بقى بيعمل ايه جاينت سيل تيومر؟ الجاينت سيل تيومر اللي هو تحت الميكروسكوب كده عباره عن مالتي نوكليت جاينت سيلز. اوريها شويه سبيندل سيلز. مالتي نوكليت اوريها سبيندل سيلز. مالتي نوكليت يعني فيها كام نيوكليس؟ فيها كام سيل؟ فيها كام سيل؟ فيها كام نيوكليس؟ 50 ل 100. نوكليوي في مالتي نوكليت جاينت سيلز من 50 ل 100. المالتي نوكليت سيلز بتاعت التنين لانجر سيلز دي كان فيها كام نيوكليس؟ طب المالتي نوكليت بتوع الليمفوما مش كان في مالتي نوكليت في الليمفوما برضه كانوا كام نيوكليس؟ طيب على طول المالتي نوكليت هنا من 50 ل 100 حواليا هنا مين؟ حواليا هنا مين؟ سبيت السيل. هسألكم بقى سؤال جميل جدا جدا جدا. لو انا شفت جاين سيل تيومر تحت الميكروسكوب هشوف ايه؟ هشوف مالتي نوكليت سيلز وهشوف وات؟ سبيت السيل. على اي اساس يطلع منها ولا مالينا؟ على اساس البيومورفيزم والكروماتيزم والعك الوسخ دوت. على اساس ايه السيلز بقى بحدد؟ يعني مين السيلز اللي فيه؟ اللي بتحدد اذا كان بلاين ولا لوكلي مالينجنت ولا فرانك مالينجنت المالتي نوكليتد ولا السبيندل؟ السبيندل. فده اول التيومر. التيومر كل ما في سبيندل سيلز كتير كل ما التيومر ده يبقى ايه؟ وحش. وكل ما التيومر يبقى في مالتي نوكليتد سيلز كتير يبقى التيومر ايه؟ لذيذ باللذيذه تبقى الاوستو ساركوما. اي نوع من الساركوما؟ يا نهار اسود ده سؤال صعب جدا. لما اللي بيحدد السوء هي المالتي نوكليت هي السبيت سيلز تبقى النص ساركوما دي يعني مالينس سبيت سيلز ساركوما ولا راو سيلز ساركوما؟ انتوا مالينين ليه في الاخر؟ يبقى سبيت دي الناس كلها سبيت سيلز النص ساركوما الناس كلها سبيت سيلز سبيت سيلز سبيت سيلز ساركوما. ماشي الكلام؟ ماشي الكلام. فاضل مين عشان ننجز؟ ليونز. الايمنتس ماكروسكوبك اللي هو الايمنتس اللي هو الايمنتس الايمنتس ماكروسكوبك التيومر طالع من جوه بتقولي خمس دقايق خمس دقايق خمس دقايق. التيومر طالع من جوه. الجون مره تمام؟ التيومر بيبقى جريش برين لايت. جريش برين لايت. شبه البرين بالظبط، صوت دي شبه البرين. مين التيومر خدناه كان شبه البرين الاسبوع اللي فات؟ المدرب الكنترول بتاع مين؟ بتاعت البريست يا حسام، يا حسام اللي جنب رمضان تمام؟ هنا التيومر بيبقى شبه البرين جريش. التيومر لما يطلع من السنتر هنا من الدابس يعمل ايه في البلوسيوم؟ يعمل ايه في البلوسيوم؟ يعمل اكسبانشن في البلوسيوم ويبتدي البلوسيوم يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ نيو بون فورميشن. يبتدي البلوسيوم يعمل نيو بون فورميشن اهو. بس انا النيو بون فورميشن بتاع الساركوما بيبقى لايرز. فلما النيو بون فورميشن كان لايرز اتكون في مراحل مختلفه ادي احساس بحاجه اسمها اوريوني فيلا فيلس. رغم ان العقل يقول قدام الكاس دي عاطف دقيقتين ما تاخدنيش. بعد اذنك يا التيومر لو العقل يحسبها ان التيومر المفروض عمل انديشن في البلوسيوم فيبقى الاوريون فيل ده 1 لاير. حد فاهم حاجه؟ يبقى سيجن في البلوسيوم 1 لاير ما يبقاش كذا ايه؟ كذا لاير. ايه اللي بيخلي الانديشن بتاع البلوسيوم كذا لاير؟ ليه يبقى كذا لاير في مراحل مختلفه؟ ليون ساركوما تيومر غريب جدا بقى. ليون ساركوما ده مشهور بحاجه اسمها ريفيشن ريسسيفيشن. يعني ايه ريفيشن ريسسيفيشن؟
يعني يكبر من هنا يكبر من هنا يكبر من هنا. فاول ما يكبر يعمل التيشن في الكريوز. معلش انا اسف. بعد كده ينشط تاني بلاير وجنسي مختلفة فنفرصة بدي حاجة اسمها ايه؟ اونيون بيل ايه؟ بيل تمام؟ تحت الميكروسكوب ده شكل ميكروسكوبك تحت الميكروسكوب لقوا راوند سيل ساركوما. يعني ايه راوند سيل ساركوما؟ يعني سيلز مدورة ولكن سبيندل مش سبيندل سيلز مدورة سيلز مدورة حوالين سنترال بلود بازل بتعمل وزارة ابيرنس ده باثولوجي بيور باثولوجي في الراوند سيلز ساركوما. دي كانت تيومر في المنهج بمراوند سيلز حوالين سنترال بلود فازل فالنيمنج يلخبط ايه؟ معانا دي سيلز تانية مليجنت مدورة وحواليها سنترال بلود فازل. دي نشر مين بقى؟ النيوروبلاستوما والريتيكولم سيلز ساركوما. بالمناسبة مين الريتيكولم سيلز ساركوما؟ طب عارفين النيوروبلاستوما؟ ديورستوما بتبقى على البول ميتاستس ها ديورستوما بتبقى على البول ميتاستس فعشان كده ممكن تلخبط عند ديورستوما. سمعت عن حاجه اسمها ريتيكولم سيل ساركوما؟ مين ريتيكولم سيل ساركوما دي؟ مش خدته بطن؟ طب خدته لنفوما؟ لا خدته لنفوما ولنفوما كان فيها بطن هوشن ونان هوشن تمام؟ ريتيكولم سيل ساركوما دي نوع من انواع النان هوشن لنفوما وتطلع من الماكروفيج اللي في البون مارو. بتيجي في مسلسل الكوما وتطلع من الماكروفيج اللي في البون مارو. يعني طالعه من البون ودي طالعه منين برضه؟ دي طالعه منين؟ من البون مارو برضه بس مش من البون مارو ماكروفيج دي طالعه من البون مارو برضه. ماسكولار ايه؟ اندوثيليوم. وهما الاثنين بيعملوا راوند سيلز حوالين سنترال بلود فيسل تمام؟ الفرق ازاي بقى؟ لما الاثنين تحت الميكروسكوب شبه بعض. الايفنت سيركوما في حاجه متميزه. السيلز في السيتوبلازم في جلايكوجين. فدي مهمة جدا مليون علامة على جلايكوجين عشان دي اللي بتفرقها عن حاجات تلخبط معانا. السيلز هاز انترا سيلولار جلايكوجين. انا بشرح باثولوجي تمام؟ طبعا في كلينيك طبعا دي من سبريد لوكال بس ودي باي بلاد ودي باي وات؟ باي بلاد. الكلينيكال بيكشر هبلة الكلينيكال بيكشر هبلة هنلعب لعبة جميلة جدا. التيومر بيعمل يا فيني ايه؟ يا سوالي. التلاتة هيعملوا يا فيني ايه؟ يا سوالي. ايه بقى اللعبه الهبله اللي هنلعبها؟ ايه اللعبه الهبله اللي هنلعبها؟ الجنسل تيومر يطلع وبعد ما الجنسل تيومر يطلع يبتدي يعمل اكسبانشن وتنك في الكورتكس بالعاده يجي له سوالينج الاول وبعدين يبتدي يجي في العظمه فين؟ التيومر ما كانش العظمه التيومر عمل فيها ايه بس؟ اكسبانشن وايه؟ وسيرنج بس الاوست ساركوما دي كانت العظمه كانت العظمه التيومر بياكل في العظم عشان كده في نص الساركوما العيان بيحس بايه الاول؟ فين؟ العيان بيحس بنشر في عظمه العيان بيحس بنشر في عظمه وبعدين يبتدي يطلع له ايه بقى؟ سوالي يعني جانسل تيومر بيعمل فين الاول؟ سوري جانسل تيومر بيعمل ايه الاول؟ سوالي وبعدين ضل ايه فين؟ لما نص الساركوما بتعمل ايه؟ فين الاول؟ ان في حاجه بتنشر في العظم حاجه السوس عمال بياكل في العظم وبعدين تعمل سوالي. السؤال بقى مين اللي تعمل باثولوجيكال فراكشر اكتر؟ الجينسيت تيومر ولا الاوستيوساركوما؟
العقل يقول ان الاسس مرقومه، المفاجاه ان الجلد سيل تيومر بيعمل باثولوجيكال فراكشر اكتر. لسه واخدين صوت يعني ايه باثولوجيكال فراكشر؟ يعني ايه باثولوجيكال فراكشر؟ ماينور تروما، ات از نوت تروما اساسا، يا دوبك اتخبطت كده يعني ولا واحد يطبطب عليا. دي تعمل باثولوجيكال فراكشر اكتر، رغم ان دي واخده العظم اكتر. بس دي تعمل باثولوجيكال فراكشر اكتر، رغم ان دي واخده العظم اكتر، عشان ده بدري ما بيتحركش من البين. لما كنت البين ما بيعرفش يتحرك. انما دي البين بيها ماي، فالعام ايه؟ العام بيتحرك بايه؟ بالفضل. فدي مفاجاه، بيدور علامه على ان في الاوستيوس الكوما باثولوجيكال فراكشر از نوت كوما، باثولوجيكال فراكشر از نوت كوما. يبقى دي كنت تعمل ايه؟ لما واحد تعمل البين وسواليك والثاني يعمل سواليك وبعدين بين. دي الاوستيوس تعمل ايه عشان نلم الجدول؟ ما بتعمل البين مع بعض، بتعمل بين وسواليك. ده التيومر بيبقى كبير قوي. بتعمل بيتفول سوالي. وعلى فكره الايكون ساركوما من ضمن التيومرز اللي بتطلع فايروسز او فيها بريك داون جامد، عشان كده في الايكون ساركوما دايما العام بيبقى فيبرش. على فكره مش اي عام بيجيله مالينس بيبقى فيبرش، العام بيجيله مالينس بيبقى فيبرش لازم السنس بتاعته بتكون اللي فيها انميشن وسيزرفيشن او بتموت وتتكون، بتموت وتتكون. بس السنس اللي بتموت بيحصل من الضغط الميون ريسبونس فيبتدي يعمل ايه؟ فيبر. فالليمون ساركوما بتعمل فيبر. عشان كده عشان لما بتقول ليمون ساركوما، ليمون ساركوما هي اكتر واحده تتلخبط مع لوسي مالايكس. بتتلخبط مع لوسي وايه؟ مالايكس. لان لوسي مالايكس بيبقى عنده بينتول سبالينج وكمان عنده ايه؟ فيبر. ده يبقى لوسي ساركوما. خلوا العجل المره الجايه. انا تقريبا شبه خلصنا. انا مبسوط بالكامل ازاي؟ بغض النظر في حاجات حاطين 7:15 مستني بكره، حاطين 7:15 مستني بكره، بكره عليك على جول دازل وفانجلس. ايه؟ لا العصر كان